بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دائما يسعدني أن أتواجد معكم في هذا المحفل الجميل، المحفل الجاد. أحب أدخل في الموضوع لأن الوقت وايد ضيق. زرت كثير من الدول في العالم تعمدا للبحث عن مكان من التخلف أكثر من بحث عن مكان من الازدهار. فاستنتاجي من هذه، إذا في مجتمع متخلف ابحث في النظام التعليمي. مكمن المشكلة في النظام التعليمي، ومع الأسف أن تقريبا كل دول العربية الغنية والفقيرة تعاني من هذه المعضلة، معضلة التعليم. التعليم يستغل لكي يتم توظيف العقول بأسلوب غير مهني. عندما أرى دولة أو منطقة فقيرة مثل الاسكندنافيا، السويد، نرويج، هذه لين دول فقيرة جدا من حيث المصادر الطبيعية، والآن هما في قمة القائمة الازدهار الاقتصادي. ونشوف في الجانب الآخر أفريقيا من أغنى قارة في العالم وأصبحت أفقر قارة في العالم. عندما كان اليمن يمن السعيد، يعني اليمن السعيد مستوى المعيشة في اليمن كان مستوى أعلى من الحضارة الفرعونية. هاي في وقت السويد كانوا فايكينجز، كانوا وحوش. شوف شلون الدور يتغير أو يتبدل. فشفت أن التعليم هو أساس الاقتصاد. لماذا التعليم؟ ليش؟ يعني نبتعد عن الشعارات وعن العواطف هذه. التعليم فقط لتمكين الإنسان على الإنتاج، ومتى ما أنتج فهو يقدر يعيش ويقدر يساهم في المجتمع. وهل النظام التعليمي عندنا قادر على القيام بهذه المهمة؟ نشوف النتائج. يعني إذا نشوف دول الخليج من حيث الهيكلة، النظام التعليمي جيد جدا، ممتاز، صفوف جيدة، كراسي جيدة، والآن في كمبيوترات، ولكن نعاني من مشكلة المحتوى. المحتوى لحد الآن محتوى خامد، لا يمكن المحتوى هذه يمكن الإنسان على الإنتاج. وأنا عايشت هذه بنفسي عندما كنت مسؤولا في ألبا. غربلت النظام التعليمي والتدريبي في ألبا وأتت بنتائج مبهرة عجيبة. أغلقنا الصفوف تتعلم في مكان العمل. الآن لين أشوف، أنا ساعات أروح المدارس أشوف أن في تحسن، يعني من النظام اللي أنا عايشته في الستينات والسبعينات في تحسن، ولكن بعيد كل البعد عن المسار الموجود. خلينا نشوف شنو المسار الموجود. الاقتصاديات النامية الحديثة، السويد، نرويج، فنلند، إيرلندا، سنغافورة، ماليزيا، كوريا، كلهم بدون استثناء اتجهوا نحو التعليم لفك المعضلة هذه. وانتوا قريتوا عن رئيس وزراء سنغافورة شنو قال، دكتور جاسم انت باحث في هذا الموضوع. يعني قال هو اول شيء راح للنظام التعليمي، وما راح للاطباء، ما راح للدكاترة، ما راح للمهندسين. قال انا اريد ان ابني هذا الوطن، ساعدوني. راح للمدرسين
وواضح في كتابه وفي محاضراته كذلك. وعمل ما عمل من أي ناحية؟ يعني هم عندهم نظام تعليمي، عندهم مدارس، إحنا عندنا، يعني شنو المشكلة؟ يعني صفوفنا أحسن من صفوفهم بالتأكيد، السبورة اللي عندنا أحسن منهم، سبورات إلكترونية، ولكن المحتوى لا يساعد على الشغف، لا يساعد على الفضول، لا يساعد على الارتقاء، يساعد كله على تجميد العقل، ويساعد على انفلات العقل من الحاضر أما إلى الماضي أو إلى المستقبل، أو قاعد يبحث في المقابر، أو قاعد يده فوق في السماء ينتظر، ما أدري ينتظر شنو، يعني لحد الآن ما شفنا شيء ينزل من السماء. الحل، خلنا نروح حق الحل. أنا أعتقد أن النظام التعليمي في البحرين لا يحتاج إلى الإصلاح، يحتاج إلى التغيير، تغيير جذري. يعني إحنا عندنا في علم الإدارة شيء نسميه creative destruction، تدمير البناء، تدمير النظام التعليمي وإحلال نظام التعليم التطبيقي. التعليم التطبيقي هذه لإثارة التعلم وليس للتعليم. التعليم أنت تلقني، لا، أنت علمني كيف أتعلم بنفسي. مثل ما إحنا كثيرين منكم المهارات اللي عندكم أو الثقافة اللي عندكم منكم وفيكم مو من المدارس. يعني أنا اليوم وأنا جاي في السيارة قاعد أسأل روحي العمل اللي أعمله أو شيء اللي أعرفه هل من المدارس أو من الجامعات؟ جزء بسيط جدا. فأنا عندي اقتراح لوزارة التعليم، أول شيء إنه نبعدهم عن المسار التنفيذي، إدارة المدارس، إدارة المقاصف، إدارة مدري إيش، فهذه لازم يبتعدون ويركزون على سياسات واستراتيجيات التعلم، التعليم التطبيقي. احنا شفنا في ألبا لين أخذنا 400 شاب من الإعدادية ودخلناهم في تلمذة المهنية، اليوم هذه الشباب اللي قاعدين يديرون ألبا، قاعدين يديرون جزء من مصنع الصحار في عمان، قاعدين يبنون مصنع للألمنيوم في جبيل، قاعدين، هاي شيء لازم نفتخر فيه، قاعدين يساهمون في بناء مصنع في أيسلندا البحريني. في مشكلة؟ لا، ما في مشكلة. إذا أنت قاعد تعطيني مواد ما أقدر أستفيد لأي إنتاج، التعليم للإنتاج فقط. لكن إذا تبون بنروح حق أشياء ثانية. المسار الرئيسي لازم يكون مسار التطبيقي لتمكين الإنسان. عندي مواد كثيرة، منها الشغف، ومنها كم، ثلاث دقائق. بعدين عندي المسار الانتقائي، هو ينتقي مواد اللي يتعلمها. بعدين عندي المسار الاختياري، مسار الاختياري تاريخ، شعر، أدب، فنون، لا تلزمه، لا تخصبه على هذه المواد، خل هو يختار. أنا أشوف إن إذا قدرنا إحنا ننجح إن نمكن المواطن على الإنتاج، المواطن الصالح دائما المواطنة أو المواطن الصالح هو المواطن اللي إنتاجه أكثر من استهلاكه، ولكن الأجواء ما تساعد الآن. يعني كثير من حتى جامعة البحرين ما تقبل مخرجات المدارس في البحرين. فأين نتجه الآن؟ أنا أفكر إحنا كلنا شركاء، وآخر مرة بعد قلت يعني دائما أنا أشوف الجمعيات السياسية شركاء في التنمية،
يعني حتى احنا اذا ما قدرنا ناثر على النظام الرسمي في النظام التعليمي في الرسمي في البحرين نقدر بروحنا نسوي اشياء. يعني انا سويت كثير وفي في, في تجارب ناجحه. يعني انا اتمنى من هذه الجمعيه والجمعيات الثانيه كل ليله هذه القاعات تكون متروسه ونساعد البحرينيين على الانتاج، نمكنهم اول شيء على الحصول على الوظائف وبعدين على الاداء الجيد. وفي نبتعد عن كليا عن المواد الجامده هذه، المواد اللي تاخذنا الى القبور. قال من قال ما ادري ايش، وسريال هذه يبي يعيش، علمه شيء يقدر يترزق منه. هو هذا اللي سوينا في ألبا. اليوم ألبا يعني 95% بحرينيين، جي بي اي سي تقريبا نفس الشيء، بناقاس نفس الشيء. يعني شنو سوى وخلى احنا نسوي؟ ما عندي وقت. لا مشكورين، يا ريت كان عندي وقت.